السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه 3D Revo، تقدر ترفع المود اللي انت شغال عليه اي اف سي، اي برنامج من برامج فيم بيصدر اي اف سي، تقدر ترفع الملف اللي انت عايزه. في هنا حاجة اسمها تري. تري يعني ايه؟ يعني بيجيب المشروع كله على هيئة شجرية بحيث اقدر اختار ايه اللي يظهر واللي ميظهرش. يعني اقول له هنا تري، بيبدأ يظهر لي الدور الاول تاني وهكذا. اقول له شو اقول بحيث لو في حاجه مخفيه تظهر. اقول له مثلا اخفي لي العناصر ديت، العنصر اللي انت بتعلم على العين بيبدا يختفي، اس زيرو تبدا تظهر كده، او تيجي هنا تقول له شو اقول فيبدا يظهر لك كل العناصر. فده بيديك التحكم، لان انت تقدر هنا لو عندك ادوار كتيره يبدا يظهرهم لك، فتقدر تختار اي دور اللي انت عايز تخفيه. ممكن مثلا عندك 10 ادوار فتخفي اخر 3 ادوار.